دشنت مؤسسه التنظيم العقاري بتعاون مع هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه نظام خدمات التراخيص لمؤسسه التنظيم العقاري الذي يشمل عددا من الخدمات التي يمكن الاستفاده منها عبر البوابه الوطنيه وتصب في خدمه القطاع العقاري والعاملين فيه وتم التدشين افتراضيا من خلال اللقاء الذي عقد بواسطه تقنيه الاتصال المرئي عن بعد والذي جمع كلا من سعاده الشيخ محمد بن خليفه الخليفه الرئيس التنفيذي لمؤسسه التنظيم العقاري وسعاده السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه